مساء الخير. طقس شتوي بامتياز عاصف وممطر ومثلج عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب وصول المنخفض الجوي بيرلا حامل معه أمطار وثلوج وتدني ملحوظ بدرجات الحرارة مع رياح شمالية باردة جدا ممكن توصل سرعتها ل 80 كيلومتر بالساعة بيؤدي لارتفاع موج البحر ل 6 أمتار وتساقط أمطار وثلوج على ارتفاع 500 متر وبيستمر لفجر الأحد. ليلة طقسنا غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية ممكن توصل سرعتها ل 80 كيلومتر بالساعة بيرتفع موج البحر إلى 6 أمتار وتساقط ثلوج على ارتفاع 900 متر وممكن توصل ل 700 متر ليلاً خصوصاً بالمناطق الشمالية. لبكرة السبت طقسنا غائم مع تساقط أمطار متفرقة واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وتساقط ثلوج على ارتفاع 600 متر وممكن تلامس 500 متر بالمناطق الشمالية. بتخف حدة الأمطار بالفترة المسائية ومنحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية خصوصي بالمناطق البقاعية والشمالية اعتبارا من فجر الأحد. أما الأحد بينحسر المنخفض الجوي وبتخف حدة الأمطار مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ومنحذركم من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 465 ملم، أما السنة الماضية فكانت 310 ملم والمعدل العام هو 480 ملم. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 5 درجات، على المرتفعات درجتين، بالبقاع 7 درجات تحت الصفر، وبالأرز 12 درجة تحت الصفر. نبقى بجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل التل 9 درجات مع هطول أمطار، الأرز 6 درجات تحت الصفر، العقورة 3 تحت الصفر، جوني 10، عين سعادة 8، درجة واحدة ببيت الدين وصيدا 10 درجات. رطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح المي 17 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 40 و80 كيلومتر بالساعة، الرياح عم تكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين اللي جايين؟ نهار السبت بتتراوح بين 5 و10 درجات مع هطول أمطار، الأحد بين 6 و11 درجة، ونهار التنين بتتراوح بين 10 و13 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع أبو ظبي و27 درجة، القدس 6 مع هطول أمطار، القاهرة 15، الجزائر 11، أثينا 10، برلين درجة واحدة، وباريس 9 درجات. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.